فاشينيستا وجنون وسرعات واخر موضه لموسم الصيف مع رولا كادي. حبيت الانترودكسيون، حبيت انا كمان كثير اشتقت لك رولا. الفرق اليوم بيني وبينك انه انا طالعه كثير هيك مود بحر مود نهار، انت طالعه كثير اليجنت مثل العاده رولا، دائما عندك هالتاتش الكلاس الكيك اللي كثير بحبها انا. تسلمي، انت دائما بيلبق لك شو ما بتلبسي وبتشجعينا نلبس اشياء ما بتخطر على البال او ما بنحس انه بتلبق لنا. هيدا ليه نحن هون بفاشينيستا، غير انه نفرجي دائما الترندز واخر صيحات الموضه، بس دائما نعطي تيبس لكل جسم شو بيلبق له ونكون دايرنج شوي بلبسنا، لانه قد ايه حلو الواحد هيك يعمل تويست. ورولا اهم شيء بكل شيء بتعمليه انت وغيرك وكلنا سوا يكون في ايدنتيتي باللبس تبعنا وما يكون في مبالغه اللي عم نعمله ولا نقلد حدا، يعني فينا نستوحي دائما بس هيك نحط الايدنتيتي نحط التاتش تبعنا. فرجيكي انا شو لابسه. Are you ready؟ I'm ready. وبدك تفسري لنا ليش تيم بلاك اند وايت كمان؟ اول شيء واو، بس قبل فرجينا شو حلو من ورا، ما توقعت ابدا. ليكي شو، اول شيء لابسه تنوره كلها تول اكيد بتليلي كثير هيدي التنوره، ذاتس واي حطيت لها جان تحتها. اه هي انت حطيتها؟ انا حطيت لها الجان، وفي هيدي التوب معها هي الكروب توب، بس انا حبيت اطلع فيها بستايل انا خاص فيها اللي انا بحبه كثير، هي الشميز الجينز اللي دائما بنقول ماست هاف بالخزانه. بكل المواسم. برافو عليك، بكل المواسم شميز الجينز وجاكيت الجينز ماست هاف بالخزانه، لانه فيكم تغيروا فيها كل الستايل. رولا هيدا زيته هالتنوره اللي فيك تعملها ميكس اند ماتش، ترجعي بغير طريقه، فيك تلبسيها بنهار مثل ما انا لبستها، لبسي السليبرز البايثون تتقل شوي اللوك تبعتي، في زيته البسه على ميو، هيدي التنوره ساعتها ما بحط لها جان تحتها، بلبسها مع ميو اكيد مع الكروب توب من فوق يلي هي بتجي على البطن وتروحي على البحر وبروح على البحر بالليل، عبالي اقلب المود بالليل، زيت اللوك لبسته بحط كعب مثل ما انت لابسه اسكاربان اكيد مش اسود، بفضل يكون ملون او سندال حلو او ساندلز كثير حلوين روكي ستايل وهيك رايحه اشرب مثلا رايحين اوت دور رايحين عندنا شي مود معين اوت دور كذا هيك في البسه بحط عليه كعب عالي بغير المود. هيدا الرولا الذكاء وقتها بنقول نحن وي هاف تو بي سمارت باللبس، نشيب القطعه تنلبس معنا بكذا طريقه، وهيدا ثلاث طرقات ثلاث طرق على البحر بالنهار وبالليل، فيها الشميز للجينز بتغير كثير، فيها جاكيت للجينز بتغير، حتى فيك تحطي معها بليزر بتطلع كثير حلو لانه ظهره كثير حلو. ايه هيدي الجينز من ورا عاطي جاكيت بس اكيد التوب من هون يلي هي كمان فيري سكسي فينا نلبسها اكيد على البحر. اهم شيء رولا كمان نعرف حالنا وين رايحين، على اي مناسبه رايحين فيها تنلبس التياب، لانه انا اشلح مثلا هلا الشميز للجينز هيك صرت كثير بحر ما بيناسب لنهار. اوكي هيدي كثير مهمه. واللاف هاندلز يا جماعه، اللاف هاندلز دائما اللي عندها لاف هاندلز علوا التنوره. صح هيدي التنوره مغيت بتلبق على كل الاسفل، حطيها وين ما بدك، حطيها بد على بالكم اللي عندها جسم ريكتانجل من فوق لتحت في بدها توطي التنوره، اللي بدها تخصوير فيها تعليانه. واذا في بطن مش مستحب تكشف عنها؟ لا اكيد لا، نحن بنغطي الدفو هون بدنا نتعلم نغطي الدفو، سو ذاتس واي انا عليتها. او فيها توطي الشميز او فيها توطي الشميز، فيها تلبس حتى جاكيت لهون، تلبس تانك توب تحتها يعني ايزلي، بس عرفوا كيف تلبسوا للتيب حتى نبين ال ستايلش ونفس الوقت يلبق لنا ونغطي الدفويات. اوكي ليه بلاك اند وايت؟ عبالي قلت اليوم اعمل حلقه بلاك اند وايت رولا، لانه اكثر شيء بنلبس حتى لو وقت بنعبق كثير بنقول طالع عبالي الوان، بنرجع للبلاك اند وايت بالصيفيه وخاصه مايوياتنا عم بتكون كثير ملونه او اذا كانت اسود وابيض، بس كمان اللي عندها مايوات ملونه كمان اكثر شيء بيروح مع ان كان الاسود وان كان الابيض. اوكي بكمل كثير حلو، راح كمل رولا بزيت المود اللي انا فيه. رح هيك حفرجيكم خليط من اشياء، ذكرنا انه لبنيز ديزاينر اكيد انا ذاتس واي هون وي ار براود من كل هاللبنيز ديزاينرز يلي عم بفرجونا احلى تياب. رولا هيدا هيدا البنطلون زيت الستيل انا لبسته، يعني قصدي زيت الستيل التنوره ترانسبيرنت كله سوا، كمان رولا هيدا على المايو بتنحط، على بالك تظهري فيه بتحطي جان اسود تحته شورت جان اسود بينحط، الكروب توب كثير حلوه كمان باللبس تحتها، مش سيكليست عم نشوف كوارث نو في خصوص برافو رولا، في عندكم جان معينين بينشروا من محلات لانجوري، فيك تجيبيها ليزر كات، فيك تجيبيها ناعمه، فيك هيدا بيطلع لهون مثل ما انا لابسه هيدا التنوره الزيت، هيدا لازم بس يغطي المحل اللي لازم يغطي، لانه اذا نزلنا اكثر شوي
صار منه حلو ابدا، صرنا بغير مود. اذا كثير قد الفخذ اكيد بدنا كثير بشع، بدنا نكون لترري كانه الجان بس المغطى المحل اللي لازم يغطي فيه بس. كثير حلوه نقشه الدانتيل، شفتي شو حلوه؟ لانه عم تجمع الدانتيل مع سترايبس. مزبوط صح، هون الخلطين هون وقتها نشتغل على على الترندز. so nice. كمان بتعرفي لانه اوقات الدانتيل ببين شوي تشيب طبعا. هون قد ايه حلو وقت الواحد بيشتغل على الفابريك، يعني شرى الماتيريال مرتبه، كل الانسامبل كل الاوتفيت بيطلع بعقد. ولهون كمان بليزر سوداء بتطلع كثير حلوه اذا عبالنا نروح فيهم على سهره، او جاكيت جينز شميس جينز اذا بنهار، او على المايو. اوكي مع كعب عالي او فلات، فلات بنهار اسبادري بنهار، فلات بنهار وكعب عالي، وكعب عالي اكيد بالليل. حابس فرجي ارجع زيت المود على ابيض ليكرولا، هيدا كمان قد ايه حلو كمان بنلبس له شورت ابيض جان كروب توب جاكيت جينز فوقه، عبالنا بامر جاكيت هيك مهضومه اذا كانت خفيفه بتطلع طب كمان كثير حلو. كروب ممكن تكون قصيره كمان طبعا، يعني وفيها تكون بليزر طويله، فيها تكون بليزر طويله اكيد، فينا جاكيت جينز اكيد، فلات بنهار بالليل، عبالنا كمان نكمل رايحين نعمل عشاء نظهر هيك فينا نلبس كعب ونكمل عادي عادي. اوكي كثير حلو رولا، انه عن جد عم نشوف موضه البحر هالسنه مش معقوله، يعني التياب فانسي، بتحسي حالك فيك تروحي لكل محبين الجليات الطوال الكروشيه، انا هدول كثير بحبهم خاصه على خاصه بنهار. هيدا ما بتلبسي انت على الجينز؟ بلا بتلبسي على الجينز. so nice. بتلبسي على شورت كثير حلو، بتلبسي فوق مايو، تلبسي على كل شيء. ليكي قد ايه حلو رولا، خليني اشوف. شوف بدك تقيسي لنا؟ ما بيزبط على التيابي. بتنك رح يزبط مالي انا لبسته. شوفي لنا، انا بس بعرف فوق الشميز حاطلع شوي خبصه بس حتى فرجيكم كيف بيطلع كيف بتطلع كثير حلو هيدا. هلا كثير حلو لو من لابسه انا يمكن الشميز للجينز بركي اذا حطيتها فوق بطلع كثير حلوه، بس عبالي فرجيكم لازم يكون بلا كم تحت بالقليله. اكيد اكيد بس انا عبالي بس فرجيكم الموديل حتى تشوفوا كيف بيطلع الموديل. كثير حلوين بيتسكر كمان، بيتسكر عندك هيدي التسكيره الخفيفه من هون فيك تسكري على شورت على مايو حلو كمان كثير. فيكم تهونوا حياتكم بعد اكثر، انا كل شيء بجربه على حالي بحب لكم عنه. فينا نروح فيها رولا هيدي على البحر مع شورت وتي شيرت وكل لابسين المايو اندر هيدا، نرجع بنشلح هيدي بتكون الكفر اب تبعنا كل النهار بالبحر. اوكي كثير حلوه، وحتى فينا نلبسها اكيد بالليل مع الجينز بتطلع كمان كثير حلوه. شوف شيء هون حشوفي بعد رولا، خليني بس فرجيكي هدول قبل. هيدا زيت الستيل يلي هو الكفر اب اذا بدنا نحكي فوق المايو يلي كل حدا ما بحب كثير الطويل، هيدا بيطلع كثير حلو عليه كمان مع شورت الجينز بيطلع حلو، مع الجينز بيطلع حلو توب. ليكي خلينا نجرب شغله سنس عم ستيبلس هيدا بلا كم وهيك بيجي من هون مثل الكيمونو ستايل، هيدا بكمل الكيمونو. ليكي رولا هيك قد ايه بيطلع حلو هيدا فور ايفري داي كمان، هيدا فيك تحطيه بالليل اذا رايحه تشربي درينك، حطي هيدا التانك توب تحته حطي معه جينز بيطلع كثير حلو. كثير حلو حبيتي؟ فيري نايس فيري نايس، وبتقل القطعه. فيك تلبسي كعب كمان رولا قد دي اند اذا رايحه ظهره بالليل كمان بغير كسي. فرجيني شو استحليتي من هونيك، شو عندنا من هونيك؟ عم شوف شو في ورا. اشوف انا بضل عندي بضل في اشياء الواحد بعقد هيدا. اوكي خليني احكي عنه فاذا شوي دراماتيك بس أوكي. حلو هيدا اكيد عم نحكي الاوف. هون نقلتينا دغري على ميكونوس، هون نقلتك دغري على ميكونوس على البحوره، هيدا اكيد مفتوح من هون. هيدا رولا كيف تلبسي اذا مش على الميو؟ انا رح اقعد عادي. كيف تلبسي اذا مش على الميو؟ اول شيء فيك تزمزمي من هون يلي كل عندها بتحب تخصفر اكيد فيك تزمزمي، وفيك اذا مش على الميو بده سترابلس جان من فوق لتحت. برافو عليك، هيدا هو السترابلس بيجي من هون هيك ضيق كمان لانجق بده يغطي حتى ما يطلع هلا أوفر. فيكم طويل ولا في منهم مثلا للركبه تقطع او تحت الركبه؟ انا ما كثير بحب، انا ما كثير بحب خاصه بالصيفيه اي دونت لايك ات. فيكي اكيد لانه شوب، لانه شوب وهيك حلو يبين، يعني حلو يبين الاجرين لانه وبعدين من هون عنده فتحه بس حلو كمان يعطي هيك يبينوا الاجرين. ليكي مثل ما انا لابسه تخيليها لو التنوره اطول شوي بتضلها حلوه، بتعطي ضخامه بس تعطي ضخامه وهيك خليها تكون هيك. نحن على البحر يعني قد ايه اند مود بحر. سو ليكي هيدا رولا كمان قد ايه حلو، اكيد في لبس هيدا على بيتش بارتي، فينا نلبسه كمان اون باتو اذا كان عندنا
على الباتون احنا بيرثدي كذا هيك على البحر كله بيلبس معنا. كمان فيك تحطي فوق جاكيت الجينز رولا بغير كل هذا. ما بنحط له شورت تحت او شيء؟ لا 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 ابدا. اوكي رولا ليكي هيدا شو حلو ابرم لك اياه مظبوط. هيدا ببلش التنوره بتجي هيك وهيدي التوب بتلبسيها بس فيك تقطيليها شوي بس تفرجي المشاهدين هيك القطيليه. هيدي فينا هاي التنوره هيدي التنوره وإلها فتحه على جنب. اكزاكتلي ليكي كيف التوب اذا فينا نفرجيه هالتر توب ليكي شو حلو رولا. أوكي. هيك بيجي هيدا شوي جريء شوي جريء على المايو هيدا هيدا. أوكي. فوق المايو بيطلع كثير حلو فوق المايو كثير حلو. وهيدي فيكي تلعبي فيها اكسات قد ما بدك على الظهر تربطيها على رقبتك وبتبرمي فيها قد ما بدك. هيدا كثير حلو اذا عندنا قد ايه عندنا بيرثدايز على البحوره قد ايه بكون عندنا بيتش بارتيز فينا نلبسهم اكيد 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 مع المايو. ما ننسى دائما في فاكتور المايو هو خلص ما نحن مود بحر قد ايه. وهيدا زيته على اسود يلي كل حدا بحب الاسود. بعض الناس ممكن تسال اسود على البحر؟ ايه اسود على البحر اكيد كلنا بنلبس اسود على البحر بالليل خاصه كثير. ايه اكيد سانسيت عندنا سانسيت عندنا كذا كثير بيلبسوا هدول رولا. مثل ما انا لابسه اكيد على الابيض انا لبسته على ابيض هيدا على اسود سيم ستايل. هيك قد ايه حلو بتحسي هيك هيدا فيك تروحي فيها على 10 ربط من تحت. ايه مثل ما انا لبستها هلا تلبسي اربطيها رولا. على الخصر على الخصر هون هيدي من ورا. ايه هي من ورا. هيك هيك شو حلو بتلبس بهيدي الطريقه مثل ما انا لبستها ومع هيدي التنوره. هيدي فينا نروح فيها على عشاء كبير يعني انه او دور عشاء فينا اذا اللي نلبسهم. رح فرجيكم بعد شو عندي هون قبل ما انقل للسليبرز. رح نفرجي هون كمان رولا هيدي سيم ستايل مختلفة. بس هون بتحسي على كروشيه شوي اكثر. بدنا نحس هون بنحس اكثر على كروشيه هون ال شو بيسموه هيدا الفشنت. هلا زبطت معي الفشنت سو هيدا كمان كثير حلو. حلو كمان بنلبس مثل ما انا لابسه تحته رولا فينا نلبس تحته الجان التنوره كمان بتخبي كثير. فينا نلبس اكيد هيك. هيدا شو اللي كان ورا هون هلا رح فرجيكي. هيدي القطعة هيدي القطعة كلها طويلة. ليكو هيدي شو حلوة يلي ما بحب بدي بين اجرين شوي. هيدي قصيرة من ورا من قدام سوري بس وطويلة شو؟ من ورا هيدا بزمزم شوي على الخصر. فيك تعليه لفوق كمان بيطلع كتير حلو. هاي تو اكسنتويت نحدد الخصر اكيد بنحدد وقت تحدد الخصر صغير بالبقلة رولا وقت تحدد الخصر هيك بتحسي كمان وقت تعلي كل ما بتعلي كل ما بتحسي طولنا. ليكي رولا قد ايه حلوين هيدول كمان مع بعضهم. هيدي التوب هيدي التوب كلها مبطنه مع بقى مع بقى اثنين هيدول لانه مع كل اوتفيت بس حفرجيهم مع بعضهم. مبطنه من فوق هيدي مبطنه من فوق خلص يعني نو نيد لا تلبسي معها ولا شيء. كملت شوي طيب اذا ما تقبلتي مثلا هيدي حلوه مع مايو اكثر. بفضلها انا مع مايو لانه كمان تلبسي تحتها جان كثير قصير هيك بغير ما حيعطيها حينزعى يمكن اكثر مما حيحليها. ذاتس واي هيدي على المايو بتاخذي معها دغري هيدي دغري 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 بتلبسيها كلها طويله مع هيدي اصلا كثير شيك هيك فيري تريش شيك بيلبسوا معنا ايزلي. هلا بعدين كثير في عندنا سفرات على ميكونوس وقبروس وكذا اماكن صيفيه كثير وحتى في عنا اعراس كثير بتعرفي اوقات بيكونوا مش عارفه شو بتلبسي اول نهار شو بتلبسي ثاني نهار شو بتلبسي ثالث نهار. ثلاث اربع ايام بتمتد. فينا نلبس هيدي التنوره ون اوف ذا اوتفيتس كمان على البحر على شيء كمان وايزلي بينلبسوا معنا. هون رولا هيدي الكولكشن سي لافي. هيدي الكولكشن كثير حبيت احكي سي لافي كثير على بالي كنت احكي عنها لانه هون وقتها بنجمع بنعرف نشيل التياب بنجمع كيف فينا نلبسهم من البحر للديلي لايف تبعنا اكيد للنايت لايف تبعنا بكل اكيد. عندنا هلا صيفيه كل يوم كل يوم عندنا مشروع وكل يوم عندنا شيء. على بالي احكي عن السليبرز شوي رولا يلي موده السليبرز ابدا 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 يعني من سنه لسنه عم تشوفها عم بتزيد يمكن عم نرتاح كثير. والحلو انه لنهار ولليل لنهار ليه هيدا لليل فينا نلبسه لانه بايثون على بالي كثير فرجيكم كمان ايه بايثون فيه لمعيه في كذا ستيل كذا لون. This is real python real python لا real python كثير حلوين على اللبس يعني جلد حيه كثير حلوين على اللبس. ليك هذا اللون شو حلو
هيدا كتير حلو اللون. Very nice. هيدا بيروح معنا على كل شيء. بدنا نشتري رويت 38 فينا نقيس؟ فينا نقيس أكيد. يلا خد شكلك حبيتي. يلا خد خلينا هنا ليكي رولا. هيدا الأسود كمان يلي أكيد الأسود دائما أكتر شيء الواحد practical. حتى لو عندك بتقولي حتى لو عندك شصيرات سود بضلك تشي أسود. فرجيني. very nice. هلأ صغيرة شوي على أجريك كأنه. لا أنا it's fine بس لبسي على لبسي. أوكي ليكي رولا هوني بايتن كمان زيت الستيل الكروزي. اوكي بس عبالي فرجيكم موديل جديد حبيته كمان. اللون رائع. اول شيء اللون رائع بس كانه لها كعب شوي او لا؟ لا نفس لا الكعب. نفس الهيدا بس ليكو قد ايه حلو مع البرونزاج. قد ايه حلو مع البرونزاج. رح ارجع اوقف انا فرجيكم اياها انا nice. واقفه هيك شو مهضومه ناعمه كثير بتنلبس ايزي اللي معنا على الجينز مريحين ما كانك لبسي شيء باجرك. هيدا الحلو الفلات. نحن ليه بنفتش على الفلات حتى نرتاح؟ انا وقت لما بكون جلد حي بتكون قاسي شوي ابدا يعني. ابدا لانه جلد الحي عم بيكون من فوق ليك هيك ايزي اللي عم فرجيك اياها كثير وهيك سو كثير مريحه دعين. على شورت على فستان على تنوره مثل ما انا لابسه ايزي ليك. هيدا اللون كمان كثير بحبه شانجان يلي هيك كمان. هيدا انت لبستينه لون انا لابسه كنت على 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 كروزي على كروزي بس ليك هيدي كمان شو حلو ديفرنت ستايل كمان ايزي تو وير بيروح معنا على كل شيء خاصه وقت بنلبس الوان اسود وابيض حلو تكسره بالاجر يكون لون شفتي شو حلو. هلا في عنا اوبشنز غير الوان اكيد نو انت بلا انا نقيت هيدول لانه حسيت اكثر الوان بيروحوا معنا. ليكو هيدا كمان على كمان فضي. اكيد الميتاليك الفضي كمان كثير حلوين so nice. بتعرفي وقت تلبسيهم على اجرك بعد بتحسي قد ايه حلوين على الاجرين بيربقوا على لانه الجلد بياخذوا شيب الاجر بياخذوا شيب الاجر وكثير مريحين بذات الوقت بايثون بتحسي حالك هيك انه اثقل اثقل ثقلت القطعه. الحلو بعد بهيدا الشغله رولا انه بيلبقوا على كل شيبس الاجر لانه بياخذوا بيعطي مع الاجر قد ما فينا. واكيد هيدا اخر وحده شو بحب البس واشلح بهالستوديو واطلع وانزل هيك بتحسي حالك بالبيت. وهيدا كمان رولا اخر موديل البايتن الاسود كمان كثير رسمي اكثر كثير حلو بعقده يعني هيك فيري ايزي تو وير وبيروحوا معنا اكيد من النهار لليل. انا بس البايتن ما بلبسه على البحر حرام اول شيء بتحسي مش مود بحر ابدا اصلا جلد على بحر حسب شو اذا عندنا مثل ما قلتي حفله او ايفنت او شيء بينلبسوا اكيد بس تروح قضي نهار على البحر لا جلد يعني ما بلبس اصلا جلد كثير عم شوف هون رولا الويلات اللي عم بتصير على البحر بركي هون سنس اليوم عم نحكي عن حلقه البحر لازم نعمل اتيكات البحر ما لازم نعمل اتيكات البحر البحر يا جماعه نحن مدين جماعه الجيم قد ما فينا نكون سمبل مش غلط نحط اكسسوار حلو الاكسسوار اكيد دائما هيك بريسلتس عقوده حلوين بس عم بيصير في اوفر على البحر يعني من ناحيه اللبس من ناحيه الاكسسوار من ناحيه الميك اب من ناحيه هيدا رح اعمل حلقات انا ليك الكعب العالي بس فسر شوي عنه فيك تروحي بكعب عالي اذا طالع عبالك تلبسي هدول الروكي انا مش ضد اي بس مش مع مايو وتياب هيك فوقهم بالوقت توصلوا على البحر حطوا الفليب فلوبس يعني حلو حلو كل شيء له بوقته بالحياه عرفتي كيف حلو مش غلط يعني بس اذا عبيله الوحده تفوت بكعب بنلبس الكعب الروكي يلي هيدا الروكي الفيري سمبل الكعب قش نعم. بيروح بيوحى للاوتور بيوحى للاوتور بس هيك بي كول بي سمبل انه حلو البحر نكون هيك مرتاحين كثير. الحلقات الجايه رولا حتكون اوتفيتس حنضلنا نحكي مود بحر بركي بنصير بنعمل مع الاكسسوار هيك بنعمل اوتفيتس كله سوا. بتعرفي كمان شو عم نشوف رولا يا ريت فينا نعلق عليه لباس البحر وكانه لباس سهره يعني ميوله كله شك وستراس وحجار هيدا اللي قلتيه كثير مهم كنت من يومين ثلاثه على البحر وشفت هيدا الشيء وقت ما نلبس هيك مايو مش غلط رولا لانه بتعرفي قد تستحلي هيك الشيء حلو مثلا على بول بارتي بي بول بارتي بينلبس بس على المايو نعمل برونزاج فيه ننزل على البحر منه حلو ابدا على بول بارتي بيطلع حلو مسافرين عندنا ويك اند مثل ما عم نقول عرس طالع على بالنا هيك بنحط فوقه وان اوف ذيز كفر ابس بيعطي هيك بيكسر شوي بس هيدا دائما نحن بنحكي وخاصه هون بفاشينيستا حلو اللبس كثير وانا اكثر شخص بحب الستايل كثير بس كمان بالمكان المناسب بالوقت المناسب والا بنطلع برات التيم توتال ضمن اللياقه وضمن اللياقه بركي هون رولا كمان لازم بركي نعمل حلقه مع نادين داهر انا وياها نعمل حلقه هي كاتيكات وانا هيك بضيف لها الستايل شوي حتى ما نطلع على كثير حلقه تكون توتالي اتيكات يعني
أسعار بتوحي بالبايثون وبال أو مدروسي كمان؟ كله مدروس. بدي أقول شغلة، الليبانيز ديزاينرز صار في عنا كتير ليبانيز صحيح ديزاينرز صحيح. والحلو بيستاهلوا الدعم أكيد، بيستاهلوا كتير الدعم، وأنا أول شخص هون بيدعم الليبانيز ديزاينرز. الحلو فيهم عم بيكون أنه الأسعار تبعتهم very competitive، لأنه كمان بدنا الواحد يشو ليبانيز ديزاينر وبدهم ينتشروا، بدهم ينتشروا كمان، وحتى يكون في فرق بينه وبين اسعار البراندز العالميه اللي نحن معودين عليها. وانا بطلب من كل شخص يعني هون عبر فاشينيستا انا وياك رولا انه شجعوا هالليبانيز ديزاينرز، لانه عم يعملوا اشياء ليترالي كثير حلوه واب تو ذا ستاندرد، والكواليتي كثير حلوه، والكواليتي كثير منيحه، وعم بينافسوا يعني اكيد اهم الماركات. وتسلينا اليوم، كانت حلوة الجلسة معك، حلوة اشياء جديدة عرفتينا عليها لموسم البحر بعد اكيد شهر رمضان المبارك. بعد في شيء حلقة خاصة بالعبايات او شيء؟ حنعمل حلقة عبايات اكيد، بركة الجمعة بعمل حلقة عبايات هيك. شفنا اشياء كثير حلوة بعرض اجيالنا، خبرينا عن اجيالنا. ايه، وكنت انت موجودة هون، كنت اول مرة بكون بعائلة اجيالنا الحلوة كثير، بالتعاون مميز بينك وبينهم، هن عملوا العبايات بس انا حطيت التاتش تبعي كستايلست، قدرت هيك اخلق مود مش بس رمضاني رولا، اخلق نار تشري هالعباية حلو تلبسيها من بعد رمضان. عملتي عملية اكثر، عملتها هيك داي تو داي، تلبس العبايه وطلعت شوي من مود العبايه اللي نحن معودين عليها، كبرت شوي الستيل كله، المود كان ايزي تو وير كثير بس تاتش، يعني لبقتيها مع الاشياء اللي بنلبسها نحن العصريه والعصريه كثير. واكيد اشتغلت كثير على الاكسسوار، وكانت كثير حلوه هالكولابوريشن، واكيد مش اول كولابوريشن هيدي، اكثر في تعاون بعد اكثر. هون كمان رولا وقتها بنخلط وقتها في مزيج من التشاريتي، من الميسيون، العمل الخير والرساله من وراء هالاعمال الخيريه، والستايل والفاشن يعني كله بيروح مع بعضه، الطرفين بيستفيدوا اكيد. ثانك يو رولا، ميرسي لك رولا، كمان بنشوفك بحلقه مقبله. اكيد، ثانك يو. توب ستوريز بعد هالوقت في مشاهدينا، خليكم معنا.